سيارة سميناها الرشيقة، لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة، لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة. سيارة سميناها رشيقة، لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة، لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة. سلامي. الألوان في
ينفع. سكروا كل الشبابيك قعدت أمه محتارة. مضت للجارة وألغت الزيارة. أمي مضت للجارة
وألغت الزيارة. والماء ظل يجري جريا كماء النهر، والماء ظل يجري جريا كماء النهر. أختي التي لم تدري بما جرى ويجري، راحت تلم الماء وتملأ الوعاء. والماء ظل يجري جريا كماء النهر، والماء ظل يجري جريا كماء النهر. أبي سريعا راحة يعالج المفتاح، أبي سريعا راحة يعالج المفتاح. بالضرب والتحريك والجمع والتفكيك، بالضرب والتحريك والجمع والتفكيك. والماء ظل يجري جريا كماء النهر، والماء ظل يجري جريا كماء النهر. أخي مضى كالريح لعامل تصليحي، أخي مضى كالريح لعامل تصليحي. والماء ظل يجري جريا كماء النهر، والماء ظل يجري جريا كماء النهر. أنا الفتى الفطين الماهر الرصين، عرفت سر العطل وقلته لأهلي. عرفت أن قطعة جلدية صغيرة قد تلفت فسببت مشكلة كبيرة، فأحضروا بسرعة واحدة جديدة ووضعوها في مكان القطعة القديمة. فعملوا جميعا وعملوا سريعا، فحصل النجاح وصلح المفتاح، فحصل النجاح وصلح المفتاح. وقهقه الصنبور وكله سرور، وقهقه الصنبور وكله سرور. يلا يا جراثيم قوموا على الشغل، انتشروا بكل البيت، ما تخلوا شي نضيف، سيطروا على كل الموجودين بالبيت، ما تخلوا حدا. يلا يلا كل واحد يروح بطريقه. يلا انت شو بكي يا جرثومي بعدك هون؟ ليش واقفه؟ جرثومي قومي على الشغل يلا قومي، قومي يا جرثومي قومي على الشغل يلا قومي. في بنتو جاي من بعيد اشتر رزقها على الأكيد، في بنتو جاي من بعيد اشتر رزقها على الأكيد. يا ستار ويا لطيف كيف بدي اتخباكي؟ ليش عراسك مضروبي من شو انتي مرعوبي؟ رح العب حتى اتعب، بسيطة بشعرة بلعب رح العب.
العب حتى اتعب. ما بتقدر شوف شعره كيف شعره مشط ومرتب. ما بتقدر شوف شعره كيف شعره مشط ومرتب. طب عندي فكرة يا عيوني القعدة بإيدا مضموني. عندي فكرة يا عيوني القعدة بإيدا مضموني. صدقني بتروح علي بتغسل بالصابوني. صدقني بتروح علي بتغسل بالصابوني. أصحاب الشراسيم هيدا تحذير وتعميم لأصحاب الشراسيم. شو ما صار وشو ما كان اوعى تقربا إنسان. شو ما صار وشو ما كان اوعى تقربا إنسان. شعروا بها الحياة نضافي 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 من الإيمان. انتي شو بكي يا جرثومي بعدك هون؟ ليش واقفة؟ في المدرسة صديقي فؤاد وجد ساعة فأخذها لم يخبر عنها الأولاد. في لحظات خبأها قال أنا أحتاج إليها في الوقت أعتمد عليها. أما صاحبها فرماها لو كان بحاجتها أبقاها. شاهد تلميذا فاجأه يبحث عن شيء فسأله هل من شيء منك ضاع؟ فأجاب أضعت الساعة. لكن لما نظر إليه لاحظ دمعا في عينيه وتساءل ماذا يبكيه. أما الساعة لم يعطه وتخيل أنه بمكانه فأحس بشدة أحزانه.
قرر أن يرجع ساعته ويعيد سريعا فرحته. لما عاد إلى منزله وجد الزينة في داخله، وتفاجأ داخل غرفته بساعة هدية مولده، ساعة هدية مولده. ناداه رفيقه كي يلعب، ترك درسه صرخت أمه يا ولدي إلى أين تذهب؟ أجلت فروضك بالأمس واليوم تتناسى الدرس، أجلت فروضك بالأمس واليوم تتناسى الدرس، ماذا عن درسك في الغد؟ إهمالك قد فاق الحد. استيقظ في اليوم التالي وأمامه كتب تنتظر، فضاع بين دروس اليوم وبين دروس كان يؤخر. لم يسعفه ضيق الوقت فراح في درسه يختصر، لم يسعفه ضيق الوقت فراح في درسه يختصر، لم يوفق في امتحانه فالتوفيق بقدر الجهد. مازن مجتهد ويوازن بين اللهو وبين الكد، لكن لا نعلم من أين بين اللعب وبين الجد تعلم. ماذا تعلم؟ تعلم أن لا يؤجل عمل اليوم ليوم الغد. مازن مجتهد ويوازن بين اللهو وبين الكد. غرفتك هذه مازن رتبها، ثيابك هذه مازن وضبها، دفاتر أقلام كتب نظمها، رتبها وضبها نظمها يا مازن. ووعود مازن كلمات لا ينفذها. في كرة القدم مازن هو الأبرع، وفريق الصف مع مازن دوما يلمع، واليوم مباراة جد مهمة، ورفاق مازن في الملعب عقدوا الهمة، ولكن أين مازن؟ أين مازن؟ مازن يركض في الغرفة من السرير إلى الشرفة، قميص اللعب بالأمس هنا كانت، والكرة في قلب السلة فعلا طارت، حذائي في الرجل اليمنى، أين الحذاء لليسرى؟ أفرغت أغراض السلة، فتشت ما تحت التلة، أفرغت أغراض السلة، فتشت ما تحت التلة، طار الوقت وكل شيء قد ضاع، ومازن يبحث ويدور منذ ساعة. يذهب ومع فريقه لم يلعب، طبعا مازن لم يذهب ومع فريقه لم يلعب. لعله الآن كئيب، طبعا كئيب، قد فهم فائدة الترتيب، طبعا
جلس القلم حزينا وغدا يسأل نفسه حين تحير كلماتي. فأتته الممحات وقالت ما بالك فيما تتفكر تفكير كلماتي. قال أيا ممحات أجيبي فلما تمحين بلا مللي ما أكتبه في صفحاتي قد خيبت بذلك أملي. قالت اصبر واسمع مني لا تصدر حكمك في عجلي أنا أمحو الأخطاء جميعا لتصححها بين الجمل. قال جوابك لم يقنعني جاز غرورك حد العقل فالفضل لمن يكتب حق ليس لمن يعبث في شغلي. فأجابت ما كان صوابا أتركه ولتسمع قولي محو الأخطاء ولو تدري يتساوى معكم في الفضل. وبرأسه أطرق معتذرا معتبرا يسألها خجلا فلما أحجامنا يا أختي تنقص حين نؤدي العمل. قالت طبع فينا يبقى لنضحي ونكون المثل لسنا نفيد إذا لم نبذل فالفرد سيخلد إن بذلا. فينا يبقى لنضحي ونكون المثل لسنا نفيد إذا لم نبذل فالفرد سيخلد إن بذلا. فتأثر بالقول كثيرا وتفكر فيما قد يفعل لتعود الفرحة تغمره ويؤول الحال إلى الأفضل. فأتى في الحال بممحات وإلى ما يرضيه توصل علقها في طرفه نادى الآن أنا أبدو أجمل. فأتى في الحال بممحات وإلى ما يرضيه توصل علقها في طرفه نادى الآن أنا أبدو أجمل الآن أنا أبدو أجمل الآن أنا أبدو أجمل.